السلام عليكم، مرحبا بكم معنا قناة أسرار الطبيعة. أول حاجة قبل ما نبدأ الفيديو، أن نطلب منكم تصليوا على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فهاد العالم كاين بزاف ديال الأشخاص عندهم قوة خارقة، مني كتشوفهم كتقول غير سبحان الله الذي خلق فأبدع فأبهر العيون والعقول. الشخصية اللي غادي نتكلموا عليها اليوم في هذا الفيديو هي كيم بيك. هو واحد من الناس الخارقين للعادة، حيث كان كيم لك مخ خارق، وكان يمكن ليه يحفظ داكشي كاع اللي كيقراه ديال الكتب في ظرف وجيز. شكون هو هاد كيم بيك؟ الاسم الكامل ديالو كيم بيك لورينز. هو امريكي شهير زاد في 11 نوفمبر 1951، زاد في مدينة سميتها سالت ليك يوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، وتوفى سنة 2009 في شهر ديسمبر في عمر يناهز 58 سنة. كيم بيك كيتعتبر واحد من الناس الإخاقين اللي كيمتلكوا مواهب وقدرات استثنائية غير عادية، لأن الله سبحانه ميزه بموهبة الحفظ، فكان كيشبهوه للحاسوب، وكان كملك ذاكرة بحال الحاسوب الآلي، وكان ذكي بزاف. ورغم هذا الشيء كان كيعاني من صعوبات اجتماعية، حيث كان مصاب بمتلازمة FG، وكان عنده تشوهات خلقية في الدماغ ديالو منذ الولادة في منطقة ديال الدماغ ديالو، حيث راسه كان كبير بزاف وضخم، وهذا الشيء سبب ليه بزاف المشاكل الصحية، وهذا الشيء دار ليه أضرار بمنطقة المخيخ. وعنده أيضا مشكل في الخلايا العصبية دياله، وهذه المشكلات بينات المواهب الخارقة وزادت له تشوهات خلقية في المنطقة الرأس، بحيث ولات عنده ذاكرة واسعة بزاف اللي كتمكنه من حفظ أي حاجة بمجرد يشوف فيها. وهذه الموهبة بنت عنده مني كان في العمر دياله 16 عام. وكيف ما قال الوالد ديالو انه ملي كان كيقرا شي كتاب كيعقل عليه كامل وكيبدا يعاودو كامل بلا ما يشوف في الكتاب. وطول حياته كان كيمارس هوايه الحفظ، بحيث انه كان كيحفظ كتاب في ساعه واحده. وكانت عند كيم خاصيه اخرى، هو انه كانت عينيه كل وحده كدير خدمه بوحدها، يعني كل عين مستقلة على الأخرى، وكان مني كيبغي يحفظ شي حاجة كيمسح الجزء الأيسر من الذاكرة ديالو بعينه اليسرى، وكيمسح الجزء الأيمن من الذاكرة ديالو بعينه اليمنى. وهكا كان كيمكن ليه يتمكن من حفظ وكيدخل كمية كبيرة من المعلومات في شتى المجالات. كان العقل ديالو كيحفظ ما يقارب من 12,000 كتاب كحد أدنى. ومن أكثر الأشخاص اللي دعموه هو الوالد ديالو، وعاش وسط عائلة في مواريوتا حتى توفى في 2009 بأزمة قلبية، والوالد ديالو توفى من وراه سنة 2014، وخرجوا عليه فيلم بعنوان رجل المطر. وهنا غادي نقول لكم تسالى الفيديو، وما تنساوش دعموني في القناة ديالي وتبارطاجيو مع أصحابكم وديروا لي لايك. بسلامة.